السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي. اليوم مع الحلوى التقليدية الجزائرية اللي هي المقروض. أنا اليوم خدمت لكم المقروض بالدقيق العادي، يعني بالسميد العادي، يعني ما راحش تحتاجي أصلا أنك تشري السميد الغالي ولا تقلقي زوجك، يعني باه يشري لك يروح يحوس لك ولا تروحي تحوسي على السميد نتاع المقروض. عندك شكارة دقيق اللي طيبي بها الكسرة ديك الكبيرة تاع 25 كيلو في الدار، بشرط تكون يعني يكون لونه باهي شوية، أصفر ولا أبيض، ما يكونش هذاك الشكارة اللي تحليها باينة بلي خايبة خلاص، يعني باينة بلي كحلة. المهم يكون عادي تخدمي بيه مقروض حشيش يذوب في الفم كيما تشوفي. راح نخدمه قدامك يعني، والفيديو يعطيك والصورة تعطيك الحقيقة. وشكلته بزوز أشكال، وأنا خدمته بلحرش، يعني غربلت نحيت السميد هذاك الرقيق وهزيت لحرش. ممكن أنتي تخدميه بالمتوسط، يعني الدقيق المتوسط راح يعطيك شكل متقون أكثر وراح يساعدك على الخدمة أكثر، لكن أنا يعني المقروض نفضله دائما بالسميد لحرش خلاص، يعني الوجه اللي تهزيه لفوق لحرش خلاص. أنا نحب المقروض تاعي يجي كيما كيكة، منحبوش بالسميد المتوسط، ورغم أنه حتى بالسميد المتوسط نخدمه يعني، ويجي يجي خفيف ويتفتت وحده ويجي باهي كيما هذا. شوفي يعني وريت لك كي درت له العسل، لانه العسل يخليه يتفتت ويخليه طري، ووريت لك حتى قبل كيما الصورة هذه قبل ما ندير له العسل، يعني الدليل على انه يجي باهي يعني. ودائما نبقى نعاود ونقول لكم يعني مش شرط اللي ما عندوش ما ياكلش المقروض وما يديرش الحوايج، ما يفرحش ولاده، يعني بأبسط الحوايج تقدري يعني تبدعي وتتفنني. ودائما نقول لكم باللي القنوات الكبيرة راهي تبالغ 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 بزاف، تشري لك الحاجة الغالية لأنها تصرف من اليوتيوب، تشري لك الحاجة الغالية وتقول لك لازم هكا ولازم هكا ولازم هكا، عليه يا أختي الفقير ما يعيش خلاص. يعني انتي وش طارتك تقدري تخدمي أفضل الحلويات وأفضل المعجنات وأفضل باللي عندك في الدار. لانه كي تجيبي تشري سلعه غاليه ودقيق يعني غالي وباهي وتجيبي يعني ما تحتاجش ليدين اصلا، يعني راح تجيك الخدمه وحدها باهي تخدمها حتى طفله صغيره. نحن نحتاجو انك تخدمي بابسط الاشياء وتخرجي لنا حاجه مليحه، يعني تخدمي للغني والمتوسط والفقير، ما تجيش تشري لنا حاجه يعني ميقدرش عليها المتوسط وما يقدرش عليها الفقير وتقولي راني مبدعة وراني نخدم. نحبو تخدمي لنا بالحاجة الرخيصة هذا رأيي، يعني مع احترامي للجميع. انا كيما قلت لكم راني كي نسخف على المقروض ما نحتاجش اني نروح نشري الدقيق الغالي، خلاص نروح للشكارة نغرب العادي ونخدمه، وحتى في نفسي خدمته بهذا. لكن طبعا كي تكون عندك مناسبة يعني عرس ولا حاجة، يعني لازم تشري السلعة المليحة وتروحي تشري الدقيق المليح، هذه حاجة باينة. بصح في عيد في حاجة كيما هكا تقدري تفرحي ولادك، كيما قلت لك بحاجة عندك في الدار بأبسط المكونات. أنا راني خدمت كمية، كنت راح نخدم راجلي سخف عليه قال لي خدميه، قلت له نخدم كميه قليله لكن تم من بعد العيد درك نخدم، لانه اولادي مرضولي وما عنديش وقت. ان شاء الله نعود نخدم بعد العيد، خدمت كميه قليله فقط. وكان عندي شوي غرس في الفريجيدير من قبل، ضفت له الجلجلانيه لاني انا نحب الجلجلانيه، نحبها يعني في الحوايج كامل نموت على طعمتها، يعني ضفتها للغرس. هذه حاجه اختياريه. وعندي كما قلت لكم عندي شويه دقيق احرش كنت هزيته قبل ومخبيته، ساعات نخدم به بسبوسه، قلت طيب نخدم بالكميه هذه. كما تشوفوا يعني
تخدمي بكل سهولة، مع العلم انه الدقيق للحرش راهو صعيب مع النقاش، يعني يجيك بالقالب افضل وكيكون متوسط. يعني الدقيق كما قلت لكم راح يجيك اسهل في الخدمة في النقاش، يعني صعيب شوية كيكون دقيق لحرش مع النقاش. كما تشوفوا ما كبرتش الكعب بزاف، نقطع فيهم إذا حب الشكل الباهي. نعود لك يعني تقدري تخدمي بالدقيق المتوسط إذا حبة تشرين. المهم تابعوا الفيديو للآخر، ونتمنى يعجبكم، واللي حابة تشوف كيفاه المقادير وكيفاه بليت العجين وكيفاه لو السر اللي يخلي المقروض ينجح حتى يعني بأبسط أنواع السميد بأبسط أنواع الدقيق، شوف السر في آخر الفيديو. راح نعطي لها السر اللي نجح لها المقروض تاعها، سواء تاع القالب سواء تاع النقاش سواء كيما تحب تشكل تشكل. ونتمنى قبل ما تخرجوا من الفيديو يعني تقدروا تعبنا، يعني انا نتعب في التصوير لانه وقتي ضيق ونحاول ندي لقطات، واصلا لو نصور بيدي كما تعرفوا ديجا تصور بنتي، و يعني ما تبخلونيش بجيم حتى يظهر الفيديو ان شاء الله. ومرحبا باي ضيف جديد، نتمنى يشترك ويفعل الجرس. بعد ما يشترك يفعل الجرس، بمعنى يعاود يضغط الجرس، تظهر له 3 اختيارات، يخير الاختيار الاول باه يظهر له يخرج له اي اشعار بفيديو نزلته فيديو جديد. وهنا كما قلت لكم انا عندي شوي غرس في الفريجيدير، كان عندي مخبي، يعني يرحي الغرس تاعك رحيه مرتين اذا حبت ترحي في ذيك الرحه ذيك تاع اللحم، الرحيه تاع اللحم والغرس هذيك رحيه خطرتين. ضفت له حمصت شوي جلجلانيه ضفتها له، عجنته وضفت له لانه كان مخبي ويابس شوي في الفريجيدير، ضفت له شوي زبده وشوي ما زهر. الغرس تاعك ديريه متوسط مش طري خلاص ومش يابس خلاص. وهنا الدقيق كما تشوفي استعملت 3 كيسان، راهو دقيق عادي والله العظيم غير دقيق عادي قسما بالله، غير الشكاره الكبيره مش الشكاير هذوك تاع المقروض يعني سبيسيال. وضفت لهم نص كيس تاع فارينه، الفارينه تساعد بلي ما يتفتتش بزاف خاصه اذا كان استعملتي لحرش كيما انا. وعلى راس المغرف تاع القهوه ملح باش ما يجيكش صامت المقروض تاعك. تخلطي مليح الفارينه، دخلي مليح الفارينه كيما درت انا، دخلي مليح الفارينه مع الدقيق. الخطوه هذه لازم باش ما تقعدلكش الفارينه تتعجن وحدها والدقيق وحده كي تصبي الماء. من بعد تجيبي نص كيس زيت، نص فقط، نص عفوا نص فنجان قهوه تاع قهوه كيما تشوفي زيت، وكيس ماء زبده او مارغرين. وديري الخطوه هذه تذوبيها وتصبي بشوي كيما ندير انا باش يقعد لك الماء هذاك اللي في الزبده ساعات نتاعي ما لقيتش فيها الماء بزاف. اصلا انا مخلطه زوج انواع كانوا عندي في الفريجيدير، لانه الزبده ديما تلقي فيها الماء لازم الماء ذاك اللي لتحت يبقى لك لتحت تنحيه. الخطوه هذه راهي ضروريه في الحلويات في المقروض في اي نوع من الحلويات انك تنحي الماء اللي في الزبده. بس مليح تخدمي بيدك ما ديريش كيما انا، تخدمي بيدك. انا راني حطيت الكاميرا وبديت نخدم بيدي كيما تشوفوا، دخلت مليح الزبده والزيت في الدقيق. وهنا اهم خطوه ديريها، او الفيديو كنت نحسب في روحي نصور لقيت روحي ما صورتش وفوت خدمت، انك تحكي الدقيق تحكيه بين الكف تاع يديك، تحكيه بين يديك في زوز بين يعني الكف تاع يدك لداخل،
تحكيه مليح، تحكي حتى تحسي انه خرج الرغوة. هذه اهم خطوة، هي اللي تنجح لك اي نوع تاع مقروض، حتى تشوفيه خرج رغوة. وكي تهزيه كيما هكا يتشكل كرة يعني، وما يتحلش. كيما تشوفي في انا ندير فيه، نهز فيه كيما هكا ما يتحلش. هذه اهم خطوة في المقروض. من بعد تخليه يعني من 5 سوايع 6 سوايع، الافضل تخليه بيت. انا خليته بيت، خدمت الخطوة هذه في الليل خلاص، خليته بيت. من غدوة بديت نخدم فيه، كما تشوفوا هنا راني من غدوة بديت نخدم فيه. صابت الفطور تاعي وجيت راح نخدمه. تجيبي نص فنجان ولا كيس تاع تاي ما زهر، وتجيبي حوالي كيس فقط لانه ما تحتاجيش الماء بزاف. تخلطيهم مع بعضهم وتبليهم. شوفي اذا خدمة كمية كبيرة اخدمي بالشوي، بلي بالشوي من الافضل. واذا خدمة كمية صغيرة، انا خدمة كمية صغيرة بليته كامل. وكل ما تخدمي وتحسي من بعد تهزي باش تكملي تخدمي تلقيه يابس، تضيفي له قطرات من الماء طريه، ما تكثريش الماء. المقروض راه ما يحتاجش الماء بزاف باش يجيك متفتت ويجيك طعمته باهيه وما يجيكش يابس. يعني حاولي تنقصي الماء، ما تعمريش الماء، ما لازمش يجيك طري خلاص.